رونالدو الكره في الوسط ايسكو وبابا جول رونالدو وايسكو جول الاول بورخا مايورال يسجل اول هدفه في دوري الابطال هدف اول في الدقيقه الثامنه من انطلاقه المباراه فعلها صغير الريال مايورال 20 سنه يفتح مجال التسجيل ويسجل هدفه الاول في دوري الابطال في حياته اليوم امام الثاني على الجهه اليسرى يرجع لكريستيانو رونالدو با 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 جول 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 من اروع ما يكون يا كريستيانو اكيد جماهير الريال تحلم بان يكون رونالدو دوري الابطال هو رونالدو الدوري الاسباني مين يضربها رونالدو تدخل ببراعة استلمها حطها في الزاوية اليسرى خلى الحارس بوركي يتفرج على الكرة ويلتقط لها صورة من اروع ما يكون اين الوجه على رونالدو يرجع لكازيميرو كرة رائعة والحارس بوركي يتفوق في نهاية المطاف لعبة من اروع ما يكون والتوغل خطير كرة صعبة هيرنانديز تسديدة مرة جانبية من تيو هيرنانديز هو كذلك كان قريب من تسجيل أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا يبات مع شينجي كاغاوا على جهة اليسرى كرة خطيرة غيريرو دخل كرة خطيرة بوليسيجا فرصة ثانية ضاعت لبوروسيا دورتموند وركنية أولى في اللقاء لعبة سريعة من أروع ما يكون كان غيريرو في المرة الأولى سجل هدف في كرة خطيرة شينجي كاغاوا كاد يفعلها بوروسيا دورتموند ثلاث فرص للتهديف في ظرف قصير اللعبة كانت رائعة وخرجت ضربة مرمى الكرة كوفاسيتش والتوزيع القائمة توني رونالدو من عادتك تكون أناني في مثل هذه الأماكن وحدد أما أنا بعيدة يا راموس با 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 رائعة بسرعة راح تيو هرنانديز يواصل تيو تيو يلحقها ويوزعها جهة اليمنى مارك بارترول وفابيوغو متى تسجل يا أوباميونغ الأولى ضيعتها والثانية كذلك هذه كانت أسهل للجابوني في فريق فظيع في وسط دفاع فريق الريال خرج راموس على الريال تيو الخطيرة رونالدو والدفاع دخل والحكم لم يقل شيئا الكرة راحت بعيدة لإيسكو إيسكو تيو لا مايورال بيسرى كاد يسجل ثنائي اليوم توزيع لا جول هدف من أوباميونغ من اروع ما يكون جول شمال زير اختطف كره وزعها في القائمه الثاني هل كان أوباميونغ في وضعية التسلل ام لا هدف ولا اروع لقطه سريعه وتوزيعه بالدقيقه من قبل اللاعب شمال زير في اتجاه أوباميونغ هاي لعادة مره ثانيه اشك في ان أوباميونغ كان في وضعية التسلل لا جول هاي كره جول بوليسيج بوليسيج مره اللاعب الامريكي قصير وخفيف وسريع ومهاري خطيره أوباميونغ با 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 جول هدف التعديل لبوروسيا دورتموند ما هذه الاخطاء في الخط الخلفي لدفاع الريال هدف ثاني مباغت قاتل لريال مدريد في الدقيقه الثالثه من انطلاقه الشوط الثاني أوباميونغ يسجل ثنائي اليوم ويسجل عن طريق إيسكو رونالدو جول إيسكو رونالدو ضيع الكره السهله هاته يلعب عليه أسينسيو ولولا سيبايوس رونالدو ما سيبايوس والكرة في اليسرى يلعب عليه تيو هرنانديز يطالب بضربة جزاء كريستيانو رونالدو عارف علاش حاب يسجل الهدف هذا اللي هو جاي الهدف القادم رجعت لتيو هرنانديز التسديدة جول لوكاس فاسكيز يفعل ويسجل جول اول في دوري الابطال استلمها على الطائر مثلما جاءت كرة ارضية زاحفة راحت رويدا جول ثالث للريال عند الدقيقة الثالثة